يوسف، يعني أول مرة نصل للمباراة النهائية في هذه الفئة السنية. بطبيعة الحال وصلنا للعديد من المباريات النهائية في فئات أخرى وأيضا توجنا باللقب، لكن أول مرة في الـ U17. قبلها أي قبل ذلك أيضا يعني أقل من سنة هذا المنتخب بالضبط هو من وصل أيضا لنهائي كأس العرب، يعني كيكون إنجاز وراء إنجاز، وعكس السنوات الماضية التي يكون هناك ربما تحقيق نتيجة جيدة أو إنجاز وبعد ذلك تكون سنوات عجف، لكن اليوم الإنجازات تتوالى وترسخت يعني قاعدة الفوز والإنجازات، وهذا يظهر أن هناك عمل قاعدي ديال بصح في كرة القدم الوطنية. صحيح، لأن ما وراء هذا العمل هذا، يعني ما وراء هذا الإنجاز كما ذكرتوا، هناك عمل قاعدي على أعلى مستوى. أولا باختصار، يعني استفادة من المنشآت الرياضية الكبيرة، الاستفادة من أكاديمية محمد السادس نصر الله، وكذلك من المركز الوطني محمد السادس بالمعمورة، لأن هاد جوج منشآت يقدمون يعني كل الخدمات الرياضية المطلوبة. وكذلك اللي خصنا نعرفوا بأن هذا امتداد من العمل اللي كتقوم به، والفلسفة ديال الجامعة، وهي أنها تعتمد على كرة القدم الوطنية، ولكن بالتوازي، يعني موازاة مع ذلك، كاين هناك نعتمد على المدرسة البلجيكية، المدرسة الهولندية، الفرنسية، إسبانيا، ونستقطب الآن لشيء جميل جدا، وهو أن نستقطب الناشئين، ناشئين من أعلى المدارس الكروية، وبالتالي هاد المجموعة هذه كانت فيها تناغم وتجانس كبير تحت الإطار الوطني سعيد شيبة، وبالتالي هناك يعني الآن كنلاحظوا بأن هناك يعني فلسفة تقنية وطنية التي تعتمد على الكفاءات الوطنية لا داخل الوطن ولا خارج الوطن.